بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوفو كيفاش غنتيستيو واحد الموتور ديال الثلاجة، كومبريسور ديال الثلاجة. فيه هنايا كما قلنا الشرح، فيه الكومان، وفيه هنايا هادوك ديال اللي كنلصق فيهم بروتيكتور تيرميك. شرحناهم في واحد الورقة، يعني بلا ما نعاود الشرح ديالهم. هنا مثلا الكومه هو النوتر، بلاصه النوتر هذا كيلصق فيه البروتيكتور تيرميك، هنايا بروتيكتور تيرميك، وهنا النوتر. غنعبرو دابا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، خصو يعطيني من 6 امبير ل 10 امبير. فين غنمشي؟ هو الكومبريسور، ها هو هذا الكومبريسور، هو هذا. هما قلنا هادو، ها هو اوميتر. شنو ندير؟ نمشي هنايا، نمشي الأم ميتر. هاي اذا كتكون مع الديود خدها سيليكس، كتورك على هاد سيليكس كتولي في سميتها. نجي هنا هاي الأم ميتر، دابا تراصت ليا في الأم ميتر. هاي الأم ميتر، أم ميتر. نجي هنا نحط هذا سميتها، نحط لكم، نحط هذا هنا، هذا نحطه هنا، ونعبر ما بين هذا وما بين هذا. هانتوما تراسا من ست، من حيت انا مكيشتش المايا، هانت 6 امبير حتى 10 امبير. دابا 6.5، هانت حيت دابا مكيشتش المايا، كتبقى تزازا. الجهة الأولى من هاد الكومبريسور هذا خدام، عبارة عاوتاني من هنا لهنا. البوبينة الأخرى برانسيبال، بوبينة ديال ديماراج. دابا البوبينة برانسيبال حيت هو فيه جوج بوبينات الموتور ديال الثلاجة. نعبر من هنا لهنا، لاحظوا انا ما كاينش لي شد مايا. بعد ما زقينا هادي، هانتوما دابا نعبر الجهة الأخرى. شتيها أم ميتر، ديما أم ميتر. أنا عبرت الجهة الأخرى، لاحظوا شحال عطات. دونك كنعرف بأن هاد الكومبريسور هذا راه خدام. دابا غنعبر الجهة الأخرى، المينيموم ديالها هاي. دونك هاد الكومبريسور راه خدام.